وبالتالي احنا نتمنى النقطة الأولى أننا نستقطب الأموال اللي في السوق الموازية فهي قضية تأثير لما دابينا كذلك تكون عملية تاع توعية وتحسيس تجاه الزبائن البوتنسيال تاع الصرافة الإسلامية باش كذلك يتفضلوا على مستوى هيئة التأمين وبالتالي كذلك هيئة التأمين لابد لهم يكونوا شركاء معكم ومع هذا الزبائن باش تكون تسهيلات وتكون كذلك الصيغه التي تناسب هذا الفلاح لاننا متاكد انه تكثروا في هذا الشهر الثلاث راح يكون فيه زبائن كبار بالنسبه لكم سواء كان الادخار الاستثماري عن طريق وضع الاموال في السوق الموازيه او سواء كان تسهيل المسائل الاستثماريه عن طريق تسهيلات في دراسات الجدوى وتسهيلات في مجال قاسمي عبد المجيد مدير المجمع الجهوي. تشرفنا اليوم بافتتاح اول شباك للصرافه الاسلاميه على مستوى ولايه ميزان. هذا الشباك يعرض 14 منتوج في اطار الصرافه الاسلاميه، منتوجات مطابقه للشريعه متحصله على الرخصه الشرعيه من المجلس الاسلامي الاعلى. مجموع هذه المنتوجات هي 14 منتوج، فيها 8 منتوجات للادخار و6 منتوجات للتمويل. منتوجات الادخار تقدم للزبائن بصفة عامة وبالخصوص إلى الفلاحين. عندنا دفتر استثمار فلاحي، دفتر استثمار عام بصفة عامة لكل أنواع الزبائن، وأخرى متخصصة للفلاح، بالإضافة إلى دفاتر استثمارية للأشبال. هذا بالنسبة للإدخار، التوفير والإدخار. عندنا بالنسبة للتمويل نوعين من أنواع التمويل، تمويل قصير المدى والتمويل الاستغلالي والتمويل في إطار الاستثمار. بالنسبة لهذه الأنواع من التمويلات هي تدخل في إطار المرابحة المتعلقة بكل أنواع التمويل المصرفي الذي يدخل في إطار تخصصه. المنتوجات معروضة. عندنا بالنسبة لدفاتر الإدخار والتوفير، يمكن للزبون أن يتقدم فقط ببطاقة الهوية نتاعو، شهادة الميلاد وبطاقة الإقامة، ويمكن له أن يفتح الحساب. بالنسبة للتمويلات الملفات هي أسهل ما يكون بإطار طلب، يكون ملفات بسيطة متعارف عليها الطالب في الدراسة الاقتصادية وبالنسبة لجداول البيانات الحسابية نتاعو، وفيما يتعلق ببعض القروض اللي لازم لها الضمانات نوع الضمان المقترح. قضية التوقيت في دراسة الملفات، في إطار التوقيت في دراسة الملفات المديرية العامة محددة لكل وكالة وكل مجمع الوقت الضروري اللازم ليضمن صيرورة دراسة الملفات والسرعة من أجل الإجابة على الزبون. رحال منصور مدير وكالة غيليزان بدر غيليزان. ما يخص الصرافة الإسلامية، البنك الفلاحة والتنمية الريفية قد ساهم في فتح عدة شبابيك الصرافة الإسلامية على مستوى الوكالات على مستوى الوطن. اليوم 22 سبتمبر قد تم فتح الشبابيك الشبكة الإسلامية على مستوى البنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة غيليزان. فيما يخص المنتوجات الموجودة على الصرافة الإسلامية المصادق عليها من طرف المجلس الأعلى، كاين 14 منتوج فيهم 6 منتوجات خاصة بالحسابات، منهم الدفاتر، منهم حسابات جارية، وكاين 8 منتوجات خاصة بالتموين في إطار المرابحة. في هذه النقطة البنك يقعد دائما محافظ على الفلاح ويقعد دائما الاختصاص تاعه التموين في مجال الفلاحي اي في الصرافة الإسلامية. على مستوى
الحسابات هناك أربع دفاتر، هناك دفتر خاص بالفلاح الاستثماري، هناك دفتر استثماري، وهناك دفتر عادي دفتر إسلامي، وهناك دفتر للأشبال، وهناك حساب جاري الخاص بالفلاحين ولي كوميرسون لي زاكتيفيتي الاخرين، وهناك الحساب خاص بالاجراء باللي سالاري. اما في التموينات فهناك اربع تموينات تدخل، تموينات طويله المدى وقصيره المدى ومتوسط المدى، وهناك تموينات قصيره المدى. الشبكه الاسلاميه عندها ميزانيه خاصه بها، ميزانيه خاصه وتكون سيباري الميزانيه تاع لي كريدي كلاسيك.